نحن معلمون الشريعة في المدارس، ما النصيحة التي تقدمها لنا وما الرسالة توجهها لطلاب أعمار 16 سنة؟ المعلمون أفاء الله عليهم بالقرب من أبنائنا، والمعلمات أفاء الله عليهن بالقرب من بناتنا، وهم السبيل الأول للصلة ما بين الطالب أو الطالبة وما بين المجتمع، وقبل ذلك هم صلة في الثقافة التي تنقل. فكل منهم مطالب أولا بتقوى الله، لأنه لا وصية أعظم منها، ثم بعد ذلك بأن يرزق الحكمة في تعليم أبنائنا. وينبغي أن يعلم أن الامتحانات يراد بها التمييز لا التعجيز، يعني المراد تميز طالب عن طالب، وليس المراد إعجاز الطلاب ولا الحيلولة بينهم وبين الوصول إلى غاياتهم. ومعلوم قطعا أن الشهادات الآن البكالوريوس على وجه الخصوص أصبحت طريقا لمصدر الرزق، فلا يحال بين الطالب وبين هذه الشهادة وقد أصبحت مصدر رزق إلا في ظروف بينة، يعني يوجد في الطالب عدم كفاءة أصلا أو عدم التفات للعلم، يمكن بعد ذلك أن يترك في على حاله، يعني لا يبالى بإخفاقه، لكن الإنسان لكننا مطالبين بأن ننهض به ما أمكن. أما طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة مثلا، فهؤلاء في بداية المراهقة لا تكلفهم ما لا تطيق، ولا تخبرهم بأشياء لا تبلغها عقولهم، فإن هذا يضر بهم أكثر مما ينفع، ولا تعطيهم ألفاظا حماسية غير مبنية على إيمانيات، وإنما أغرس فيهم الإيمان تدريجيا، ليس كليا، تدريجيا، حتى يصبح عقله وعلمه قادرا على أن يستوعب ما تبث فيه من أمور الإيمان، حتى ينهض نهضة سوية. يعني لابد أن يتفق العمر مع العقل مع المعرفة مع ما نبث فيه من الإيمان، لا نكلفه ما لا نطيق، وإنما نربطه بدين الله جل وعلا ونحذره من إيذاء الناس. جل ما من يقع عياذا بالله في المهالك عود نفسه على إيذاء الخلق، لا يمكن إيذاء الخلق إلا أن يعود على صاحبه بالوبال والخسران.